بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر عقيدته: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يبين الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الموضع العقيدة في العرش والكرسي، وكل منهما ورد ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى. أما العرش فإن ذكره في القرآن جاء في أكثر من 20 موضعا، وأما الكرسي فلم يرد إلا في موضع واحد في آية واحدة، هي أفضل آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وعرفت تلك الآية بآية الكرسي لأن هذا المخلوق العظيم ذكر فيها. قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالعرش والكرسي حق، يجب على كل مسلم أن يؤمن بهذين المخلوقين العظيمين الكبيرين من مخلوقات الله تبارك وتعالى العظام الدالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فهذان المخلوقان العظيمان دالان على عظمة خالقهما وكمال مبدعهما جل وعلا. ولهذا قال بعض أهل العلم في كتب التفسير إن ذكر الكرسي في آية الكرسي جاء كالتوطئة والتمهيد لعظمة الله الذي ختمت به الآية. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فذكر الكرسي توطئة وتقدمة بين يدي ذكر عظمة الخالق جل وعلا. ولا شك ولا ريب أن هذا المخلوق الذي وصف في آية الكرسي بهذه الصفة أنه وسع السماوات والأرض وأنه بهذه العظمة وبهذه الكبر، لا شك أن في ثبوته دلالة على عظمة خالقه وموجده تبارك وتعالى. فالعرش والكرسي حق، والواجب على كل مسلم أن يؤمن بعرش الله وأن يؤمن بكرسيه سبحانه وتعالى. وقد أضاف العرش عز وجل لنفسه كما في قوله: ويحمل عرش ربك، وأضاف الكرسي لنفسه كما في قوله: وسع كرسيه، فأضاف هذين المخلوقين إليه سبحانه وتعالى. والإضافة هنا إضافة خلق وإيجاد، أضاف العرش لنفسه لأنه هو الذي خلق العرش، وأضاف الكرسي لنفسه لأنه هو الذي خلق الكرسي. وهذه الإضافة تقتضي التشريف والتعلية لقدر هذين المخلوقين العظيمين، فأضافهما تبارك وتعالى لنفسه تشريفا لهما وتعلية لقدرهما، فهما مخلوقان عظيمان دالان على كمال خالقهما جل وعلا. ومن الإيمان بالعرش الإيمان بجميع صفاته التي وردت في القرآن، وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن جحد شيئا من صفات العرش الثابتة في كتاب الله أو الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الجحد يفضي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. لأن من الإيمان بالله الإيمان بكتابه وبكلامه
وبالأمور المغيبة التي أخبر عنها وأخبر عنها رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى في وصف أهل الإيمان في أوائل سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. فكل ما أخبرت به الرسل من حقائق وأوصاف ونحو ذلك يجب الإيمان به، والإيمان به جزء من الإيمان بالغيب الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهله. والعرش وصفه الله تبارك وتعالى بالعظمة والكرم والمجد، هذه ثلاث صفات للعرش جاءت في القرآن الكريم يجب أن نؤمن بها. وصفه بالعظمة في قوله تبارك وتعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ووصفه تبارك وتعالى بالكرم في قوله تبارك وتعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ووصفه تبارك وتعالى بالمجد في قوله جل وعلا: ذو العرش المجيد، في قراءة صفة للعرش. فهذه ثلاث صفات لعرش الرحمن تبارك وتعالى: العظمة والكرم والمجد. أما العظمة التي هي صفة للعرش فيتدل على فخامة شأن هذا العرش وكبره وسعته، وأنه عرش عظيم أي واسع وكبير، وهو أكبر المخلوقات، أكبر مخلوقات الله تبارك وتعالى، وأيضا أعلى المخلوقات، فهو سقفها وأعلاها. ولهذا جاء في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. وإذا كان العرش أعلى الجنة أو فوق الجنة، فوق الفردوس الذي هو أعلى الجنة، فهو أعلى مخلوقات الله تبارك وتعالى وأرفعها. ووصف الجنة بقوله ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الفردوس بقوله إنه أعلى الجنة ووسط الجنة، وأن العرش فوقه. ومن هذا أخذ أهل العلم أن العرش مقبب، لأنه لا يكون إلا بهذه الصفة. وجاء في حديث في سنده كلام: إن عرش الله تبارك وتعالى هكذا، وأشار على هيئة القبة التي هي نصف الاستدارة. وهذا المعنى قد يستفاد كما نص على ذلك بعض أهل العلم من هذا الحديث: أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. فعرش الله تبارك وتعالى هو أعلى المخلوقات وأعظمها وأكبرها. ووصف الله تبارك وتعالى له بالكرم هذا فيه دلال على بهاء العرش وجماله وحسنه، فهو عرش كريم أي بهي المنظر، عظيم الحسن، جميل الشكل. ووصفه بالمجد في قوله تبارك وتعالى: ذو العرش المجيد، فيه دلالة على سعة العرش، لأن المجد في اللغة السعة، لأن المجد في اللغة السعة، يقولون أمجد الناقة علفا أي أوسع لها، ويقولون استمجد المرخ والعفار أي اتسع وكثر، فالمجد لغة السعة.
فوصف العرش بأنه مجيد أي واسع، والعرش أوسع المخلوقات، وليس في المخلوقات مخلوق أوسع من عرش الرحمن تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث خرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. إلا كحلقة يعني قطعة مستديرة من الحديد صغيرة ألقيت في صحراء. عندما تلقي قطعة من الحديد في صحراء ثم تريد أن تقارن النسب أو النسبة بين هذه الحلقة الصغيرة والصحراء المترامية الأطراف، قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في صحراء. وفضل العرش على الكرسي مثل فضل الكرسي على تلك الحديدة. فانظر وتأمل وتدبر في هذا الكبر، وخذ الأمر من بدايته متأملا متفكرا في محيطك الذي أنت فيه. عندما تنظر إلى الجبال الضخمة الكبيرة، مثلا لو نظرنا إلى جبل أحد، جبل كبير وعظيم وتأخذ الألباب والعقول عظمته وكبره، لكن لو فكرت ما نسبة جبل أحد بالنسبة إلى الأرض كلها تجد أصبح نقطة ضئيلة جدا إذا وازنته وتأملت في نسبته إلى الأرض كلها. ثم إذا نظرت في نسبة هذا الجبل أو هذا الأرض الذي أنت فيها إلى السماوات، إلى السماوات السبع، وجاء في الحديث أن بين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء والأرض 500 عام، فإذا وازنت بين السماء والأرض تجد أن النسبة تزداد ضآلة. ثم إذا نظرت في الكرسي، تأملت في الكرسي الذي وسع كما وصفه الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، وسع السماوات والأرض، ماذا تكون الأرض بالنسبة للكرسي؟ ثم هذا الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في صحراء، كقطعة من حديد ألقيت في صحراء. أنت عندما تتأمل في هذه النسب تخرج بنتيجة واحدة وهي الله أكبر، تخرج بنتيجة واحدة وهي الله أكبر، أي من كل شيء سبحانه وتعالى تخرج بنتيجة وهي أنك تتبصر وتتأمل في عظمة الخالق جل وعلا وأنه الكبير المتعال. إذا كانت هذه مخلوقات لله أوجدها من عدم وخلقها بعد أن لم تكن وهي بهذا الكبر وبهذه السعة وبهذه العظمة، فكيف بالخالق العظيم؟ كيف بالرب الجليل سبحانه وتعالى؟ كيف بمن خلقها وأوجدها جل وعلا؟ فلا شك أن هذا التأمل والتدبر في هذه المخلوقات والآيات يهدي لعظمة الخالق. وهذا يستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. تفكروا في آلاء الله، مخلوقات الله، لأنك إذا تفكرت في هذه المخلوقات وتأملت فيها ورأيت عظمتها وكبرها وسعتها وبهاءها ونحو ذلك من المعاني التي أودعها الله فيها، أرشدتك وهدتك إلى عظمة من خلقها. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك،
ما خلق الله هذه المخلوقات باطلة، ولا أوجدها لعبا ولا أبدعها عبثا. تعالى وتقدس عن ذلك: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، أي تنزه وتقدس عن ذلك. فالله منزه عن ذلك. وهذه الكلمات: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، تقال يوم القيامة لأهل النار وهم في النار تقريعا لهم وتبكيتا، يقال لهم وهم في النار: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذه المخلوقات العظيمة وذكرها وتذكرها والإخبار عنها بالقرآن إنما جاء ليصل منها المخلوق إلى معرفة عظمة الخالق، فيخلص له الدين ويفرده تبارك وتعالى بالعبادة والذل. ولهذا لاحظ الاقتران بين ذكر الكرسي والتوحيد، وذكر العرش والتوحيد في آيات القرآن الكريم. ذكر الكرسي في آيات الكرسي ذكر برهانا على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له. أليست آية الكرسي صدرت بقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ ثم ذكرت البراهين على وجوب إفراده بالتوحيد وإخلاص الدين له، وكان من جملة هذه البراهين قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي مخلوق من مخلوقاته، فكيف يعبد غيره؟ وكيف يلتجأ إلى سواه؟ وكيف يصرف الذل والخضوع إلى غيره تبارك وتعالى؟ وكذلكم العرش الذي هو أعظم من الكرسي وأكبر وأوسع. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال في الآية أخرى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فذكر العرش في هذا الموضع وكذلك في الموضع الأول برهان على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. وحديث أبي ذر الذي مر ذكره فيه دلالة واضحة أن الكرسي والعرش مخلوقان لله، مخلوقان لله تبارك وتعالى، وأن العرش أكبر وأوسع من الكرسي، وأن نسبة الكرسي إليه كنسبة حلقة من حديد ألقيت في صحراء، كما أن نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي كحلقة من حديد ألقيت في صحراء. فإذا العرش هو مخلوق لله تبارك وتعالى، وهو أكبر المخلوقات وأوسعها وأعظمها كبرا وسعة ومجدا، وهذه الصفات للعرش كلها نؤمن بها، هذه الصفات للعرش كلها نؤمن بها، وأيضا نؤمن بصفات العرش الأخرى التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن للعرش قوائم، ذكر أن للعرش قوائم، والحديث في الصحيح قال: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الصور أو صعقة الطور. فذكر أن للعرش قوائم، ذكر أن للعرش قوائم. وجاء أيضا في القرآن والسنة أن للعرش حملة من الملائكة،
قال الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقال تبارك وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. فالعرش له حملة، وكل الله سبحانه وتعالى إليهم حمل العرش، وكل إليهم حمل العرش. فنؤمن بأن العرش له قوائم، ونؤمن بأن العرش له حملة، كما دل على ذلكم كتاب الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن العرش، عرش الرحمن، اهتز لموت سعد، اهتز لموت سعد رضي الله عنه وأرضاه. وهذه كلها الصفات وغيرها مما ورد في القرآن والسنة كلها تدل على أن العرش مخلوق عظيم، هو أكبر المخلوقات وأعلى المخلوقات، وهو موجود مربوب مخلوق لله تبارك وتعالى، فيجب أن نؤمن به وبجميع صفاته التي وردت في الكتاب والسنة. وإذا علمنا ذلك أدركنا بطلان كلام أهل الكلام الباطل الذين لا يؤمنون بوجود العرش، ويقولون عن الآيات التي تذكر العرش وتخبر عنه، يقول المراد بالعرش الملك، المراد بالعرش الملك، عرش الله أي ملك الله، هكذا يفسرونه، ويقولون ذكر العرش كناية عن الملك. وكيف يصح مثل هذا الكلام في ضوء هذه الصفات الكثيرة التي ذكرت للعرش؟ إذا قالوا إن المراد بالعرش كناية عن الملك، هل يقال وإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم الملك، أو يقال ويحمل ملك ربك، ويحمل ملك ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ الملائكة المخلوقة التي تحمل العرش هي من ملك الله، الملائكة المخلوقة التي تحمل العرش هي نفسها من ملك الله، فهل يقال ويحمل ملك ربك يومئذ ثمانية؟ فهذا كله يدل على فساد مثل هذه التأويلات. وقوله اهتز عرش الرحمن، اهتز ملكه. فعندما تنظر في الأحاديث التي تصف العرش وتذكر صفات العرش، وكذلك الآيات التي تذكر صفات العرش، تجدها تنادي بالبطلان على دعاوى هؤلاء المبطلين الذين يجحدون ثبوت العرش. إذا نؤمن ونوقن ولا نتردد ولا نرتاب ولا نشك بوجود هذا المخلوق العظيم الذي هو أكبر المخلوقات وأعلاها، ونؤمن أيضا بهذا المخلوق الذي هو دون العرش والذي هو بين يدي العرش، وهو الكرسي، والذي ذكر في آية الكرسي في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. فنؤمن بالكرسي. والعرش سرير الملك، هذا معناه، العرش سرير الملك، وهو سرير ثبت في السنة أن له قوائم كما مر معنا في الحديث المتقدم، فنؤمن به وهذا هو معناه. ونحن خوطبنا في القرآن بمقتضى لغة العرب وبما تدل عليه. والكرسي موضع القدمين، وبهذا فسره ابن عباس وغيره رضي الله عنه. الكرسي موضع القدمين، وهو بين يدي العرش كالمرقاة إليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وسع كرسي السماوات والأرض، قال: الكرسي موضع القدمين. فنؤمن بالعرش ونؤمن بالكرسي، وهما مخلوقان، هذا مخلوق وهذا مخلوق، والعرش أكبر، وليس العرش هو الكرسي، ليس العرش هو الكرسي، بل هذا مخلوق وهذا مخلوق. فنؤمن بهذين المخلوقين، ونؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من أوصاف لهذين المخلوقين العظيمين من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وهما كما قدمت فيهما دلالة على عظمة من خلقهما وكمال من أوجدهما تبارك وتعالى، وأيضا فيهما دلالة على وجوب توحيده وإخلاص الدين له
واعتقاد أنه تبارك وتعالى الكبير المتعال الذي لا شيء أكبر منه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي: ما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر من الدين الإسلامي؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله غير الله؟ يا عدي ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله؟ فالله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال العظيم. وهذه المخلوقات إذا تفكرنا فيها وتأملنا هدتنا وأرشدتنا إلى عظمة من خلقها وكمال من أوجدها سبحانه وتعالى. كذلك مما جاء في صفات العرش ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فجاء في عدد من الروايات التي فيها ذكر الظل، جاء في عدد من الروايات في ظل عرشه، يظلهم في ظل عرشه. فنؤمن بذلك، وأن أهل الإيمان والاستقامة والملازمة لطاعة الله يظلهم الله تبارك وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الشاهد أن الواجب على المسلم أن يؤمن بالعرش وأن يؤمن بالكرسي وأنهما حق، وأن يؤمن بكل صفة وردت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه للعرش أو للكرسي. ثم قال رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه. وهو مستغن عن العرش وما دونه. العرش خلقه الله جل وعلا وأوجده بعد أن لم يكن للعرش وجود، فأوجده الله وخلقه ثم استوى عليه، واستوى عليه بعد خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، جاء هذا المعنى في آيات. فالله عز وجل استوى على العرش بعد خلقه للسماوات والأرض. وجاء في القرآن والسنة أن عرشه قبل ذلك كان على الماء، وكان عرشه على الماء. فهذا كله نؤمن به، ونؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى مستو على العرش، وقد أخبر أنه مستو على العرش في سبع آيات من القرآن، ستة بلفظ ثم استوى على العرش، وواحدة في طه: الرحمن على العرش استوى. فنؤمن بالاستواء ومعناه العلو والارتفاع. استوى على العرش أي على وارتفع عليه علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فنؤمن بذلك، نؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش أي على وارتفع عليه علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله. وفي الوقت نفسه يجب أن نؤمن إيمانا لا شك فيه ولا ريب بما ذكره المصنف رحمه الله هنا، وهو أن الله مستغن عن العرش وما دونه. أن الله تبارك وتعالى مستغن عن العرش وما دونه. وهذا فيه تنبيه على أمر أدى بل أودى بكثير من المعطلة، وجعلهم يجحدون استواء الله على العرش، جعلهم يجحدون استواء الله تبارك وتعالى على العرش. ماذا قالوا؟ قالوا: نحن لا نعلم استواء إلا عن حاجة. قال: نحن لا نعلم استواء إلا عن حاجة. الذي يستوي على الفلك لو غرقت ماذا يحدث له؟ يغرق. والذي يستوي على الدابة إذا سقطت يسقط. قال الله تعالى: لتستووا على ظهوره، أي الفلك والأنعام، لأنه هم اللذان ذكر قبل. قال: لتستووا على ظهوره. هذا الاستواء على ظهور الفلك أو على ظهور الأنعام هو استواء عن حاجة، بمعنى لو غرق الفلك لغرق من عليه، ولو سقطت الدابة لسقط من عليه. لكن هذا استواء من؟
هذا استواء من؟ استواء المخلوق الفقير المحتاج. فحرام وإثم وباطل وعدوان أن يقاس استواء الرب جل وعلا باستواء المخلوق، وقد قال أهل العلم لا يقاس بخلقه. فالله عز وجل أخبر بأنه مستوى على العرش فنؤمن باستواء العرش، وأخبر أنه غني عن المخلوقات كلها فنؤمن بأنه غني عن المخلوقات كلها، واجتمع لنا الاعتقاد كله، نؤمن بأن الله استوى على العرش، ونؤمن كما دلت آيات أخرى بأنه غني عن المخلوقات كلها. فإن الله غني عن العالمين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الله جل وعلا هو الممسك للعرش بقدرته، وللسماوات وللأرض، وهو القيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه كلهم سبحانه وتعالى. فإذا نؤمن بأنه مستوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله، وفي الوقت نفسه نؤمن بأنه غني عن العرش وعما دونه. فإذا قال قائل وقد قالوا ذلك في كتب المتكلمين، إذا قال قائل يلزم من استوائه على العرش حقيقة أن يكون محتاجا إلى العرش، ماذا يقال له؟ يقال له أنت الآن تتحدث عن استواء المخلوق الفقير، فاتق الله وإياك أن تقول في الله تبارك وتعالى قولا باطلا، فإن الخطأ في حق الله تبارك وتعالى خطأ عظيم وجرم كبير. إياك أن تقيس الله بخلقه، الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول فلا تضرب لله الأمثال. اتق الله تعالى ولا تشبه استواءه على عرشه باستواء المخلوق، ثم تبني على هذا التشبيه وهذا القياس الفاسد إنكار الاستواء وجحده. فإذا هذا الذي نبه عليه المصنف غاية في الأهمية، وهو يقطع دابر شر أهل الكلام الباطل الذي من خلاله أرادوا أو جحدوا استواء الله تبارك وتعالى على عرشه ولم يؤمنوا به. إذا نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش حقيقة استواء يليق بجلاله وكماله، وفي الوقت نفسه نؤمن بأنه غني عن العرش وعما دون العرش. وهذا نصل منه إلى التنبيه على قاعدة مهمة، وهي أن الصفة إذا أضيفت إلى الله أفادت إضافتها إليه اختصاصه بها، ولازم الصفة عندما تضاف إلى الله أن تكون مختصة بالله لائقة بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فإذا أراد مريد أن يجعل من لوازم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق لازما للصفة باعتبار إضافتها للخالق، نقفه عند حده ونقول لا تخلط بين اللوازم، لا تخلط بين اللوازم. الصفة عندما تضاف إلى الله، عندما نقول استوى الله على العرش، هذا الصفة مضافة إلى الله. عندما يقال استوى زيد على الدابة، هذا استواء مضاف إلى زيد. هذا الاستواء الذي أضيف إلى زيد أنه استوى على الدابة استواء عن حاجة، من لازمه أنه محتاج إلى الدابة التي هو مستوى عليها. فهذا اللازم الذي يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق الله منزه عنه، ولا يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى بأي حال من الأحوال. فإذا نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وفي الوقت نفسه نؤمن بأنه غني عن العرش وعما دون العرش. فالعرش فقير إلى الله، والملائكة التي تحمل العرش فقيرة إلى الله، والكرسي فقير إلى الله، والسماوات فقيرة إلى الله، والأرض
فخيرة إلى الله، وكل المخلوقات فخيرة إلى الله، والله هو الغني الحميد. فإن الله غني عن العالمين، غناه تبارك وتعالى غنى ذاتي، وهو غني من كل وجه عن مخلوقاته. والمخلوقات فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه، لا غنى لها عنه ولا لحظة واحدة. فهذه إذن عقيدة مهمة وأصل عظيم لا بد منه، ولا بد من إثباته في هذا المقام، مقام إثبات استواء الله تبارك وتعالى على العرش. قال مستغن عن العرش وما دونه، وقوله مستغن عن العرش وما دونه لأن العرش هو أعلى المخلوقات، فجميع المخلوقات دون العرش، جميع المخلوقات دون العرش، الكرسي والسماوات والأرض هذه كلها مخلوقات دون العرش، والعرش فوقها، والعرش فوقها. فالعرش وما دونه كلها فقيرة إلى الله، والله غني عن العرش وعما دون العرش. قال محيط بكل شيء، محيط بكل شيء جل وعلا، محيط بكل شيء علما، كما قال سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، وأحاط بكل شيء قدرة، لا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، فهو جل وعلا على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء قدرة، وأحاط بكل شيء علما، لا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى ومحيط بكل شيء، محيط بكل شيء أي محيط بكل المخلوقات إحاطة علم جل وعلا، وإحاطة قدرة وعظمة، إحاطة عظمة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات والأرض، لأنه جاء في القرآن قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، يعني قطعة من حديد صغيرة في يد أحدكم. هذا أيضا مما يبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال محيط بكل شيء وفوقه، وفوقه، وهذا فيه إثبات فوقية الله، فوقية الله تبارك وتعالى. والفوقية جاء منصوصا عليها في القرآن والسنة، والفوقية العلو والارتفاع، علو الله وارتفاعه جل وعلا. قال عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وقال وهو القاهر فوق عباده. وأما السنة فجاءت أحاديث كثيرة مصرحة بالفوقية، مثل قول زينب في الصحيح، قول زينب في الصحيح رضي الله عنها زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. والأحاديث في إثبات الفوقية كثيرة، إثباتها بهذا اللفظ. أما الأحاديث والنصوص الدالة على علو الله تبارك وتعالى وارتفاعه وفوقيته على مخلوقاته فهذه كثيرة جدا، وجاءت أنواع من الأدلة دالة على فوقية الله وعلوه سبحانه وتعالى. والإمام ابن أبي العز رحمه الله أورد 18 نوعا من الأدلة الدالة على
فوقية الله وعلوه سبحانه وتعالى، وهي وجوه رصينة ومتينة ونافعة ومفيدة للغاية، وهي منقولة نصا عن إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى. فنقف وقفة نستمع فيها لكلام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في سوق الأدلة أو أنواع الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه الدالة على الفوقية والعلو. نعم. قال رحمه الله تعالى: أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة الفوقية بالذات، بقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه بقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله: إن الذين عند ربك، وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ففرق بين من له عموما وبين من عنده من مالكه وعبيده خصوصا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه: إنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين: إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر، لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها
وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد. فكأن نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه اللهم اشهد. ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر، ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأين، أين، كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني ومن أثبته فهو موسوي محمدي. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب ولا يرونه إلا من فوقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه. نعم، هذه 18 وجها ونوعا من أنواع الأدلة على علو الله تبارك وتعالى ساقها الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه لعقيدة الإمام الطحاوي، وهي كما أشرت منقولة نصا عن كتاب إعلام الموقعين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكل نوع من هذه الأنواع يدخل تحته العديد من الأدلة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمثلا من الأدلة التي مرت معنا التنصيص أو أسماؤه الدالة على علوه كالعلي والأعلى والمتعال، وهذه الأسماء جاءت في مواضع وآيات عديدة في كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك الإخبار بأنه في السماء هذا جاء في آيات وفي أحاديث كثيرة، وهكذا قل في بقية الأنواع. كل نوع من هذه الأنواع يدخل تحته العديد من الدلائل والشواهد في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه أنواع الأدلة النقلية على العلو، أنواع الأدلة النقلية على العلو. أما أفراد الأدلة النقلية على العلو فتعد بالآلاف، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بالألفان، يعني أفراد الأدلة الدالة على علو الله تبارك وتعالى في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
تعد بهذا القدر لكثرتها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي أعجز خلقه أن يحيطوا به. والخلق أعجز وعقولهم أقصر وأضعف، وهي كالة عاجزة أن تدرك كنها صفات الخالق تبارك وتعالى. ومر معنا قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي أعجزهم عن أن يحيطوا به جل وعلا وبصفاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله عز وجل أعلم خلقه في كتابه، وفي علمهم نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته فيما أوحى إليه جل وعلا بأسماء الله عز وجل وصفاته، فنؤمن بهذه الأسماء ونؤمن بصفات الله تبارك وتعالى، لكن لا نعلم كيفيتها. ويوم القيامة إذا أكرم الله سبحانه وتعالى المؤمنين برؤية الله، إذا أكرمهم برؤيته فإنهم يرونه لا عن إحاطة. قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولنا في هذا ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر. شبه الرؤية بالرؤية، ورؤيتنا للقمر ليست عن إحاطة به، نحن نراه ولا نحيط به، ونرى السماء ولا نحيط بها رؤية، ولا يلزم من الرؤية الإحاطة والإدراك. وفي القرآن قال الله تعالى في قصة موسى مع قومه، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا. فلا يلزم من الرؤية أو الترائي الإدراك. فإذا الله عز وجل إذا رآه المؤمنون يوم القيامة فهذه الرؤية ليست عن إحاطة. وفي هذه الحياة الدنيا نعلم بصفات الله التي جاءت في الكتاب وجاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكننا لا نعلم كيفيتها. والخلق مهما أوتوا من الذكاء والنباهة والفطنة فعقولهم أعجز من أن تدرك كنها صفات الله، فلا يبلغ كنها صفاته الواصفون. وكل جمال وجلال وكمال وعظمة يتوصل إليه الذهن ويظنه هو وصف الله، فالله أعظم من ذلك، فالله تبارك وتعالى أعظم من ذلك. ويكفينا في هذا الباب قولنا مرارا وتكرارا: الله أكبر. هذه الكلمة العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي إحدى كلمات أربع، هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. فالله أكبر من كل شيء، وأكبر من أن تبلغ كنها صفاتها العقول، فالعقول قاصرة وكالة وعاجزة عن ذلك، وهي أعجز من أن تحيط بالله أو أن تبلغ كنها صفاته. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يزيننا جميعا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك
من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمعافاة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، همكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.